طيب، يعني كيف تقول ذلك ونحن نرى أن هناك مستشارين للرئيس الأمريكي باراك أوباما وهم ينتمون للإخوان المسلمين؟ Oh, no, that's absolutely true. In fact, صحيح. Voice of America صوت أمريكا فيه كثير من أعضاء الإخوان المسلمين، حتى هناك بعض المستشارين الكبار من مساعدي الرئيس ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين. لذلك أعتقد أننا يجب أن نعمل معا، مصر وأمريكا، لوقف الإرهاب وفتح ما قامت به جماعة الإخوان المسلمين. وأنا أيضا طالبت بإعلان هذه الجماعة جماعة إرهابية، فإذا أعلنت أن جماعة المسلمين جماعة إرهابية فإن ذلك سيحدث فرقا. فإننا نقول لا، إنه ليس الإسلام، إن أنت إذا لم تتوقف عن ذلك، إذا فإنك تسمح للناس بقتل الناس، فإنك تؤيد القتل الذي يقوم به الإخوان المسلمون. وهذا سبب، وبالطبع خطأ، وعرضنا وجود هؤلاء المستشارين في الإدارة الأمريكية.